قناتي. وفي جيش وفي اطلاق نار بس بعيد عنا، يعني ما طخوش علينا احنا، بس المهم المشي. والله تعبنا من المشي، حاملين اغراضنا وحامله الولد كنت، المشي تعبنا كثير. اه والله يعني لدرجه اني من شويه ودوخت قعدت على الارض ارتاحه بالما صحصحت، والناس يجيبوا لي ميه اغسل واشرب. يعني كل القصف كان جنب اهلي في المنطقه اللي احنا فيها، كذا قصف كذا قصف وكذا مكان قصفه. استشهد أول يوم كيف.